شكرا السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أخي الوزير. شكر السيد المستشار المحترم على طرح هذا السؤال. بغيت بداية نشير أن بلادنا تتوفر على 25 مطار، منها 19 مطار دولي بطاقة إجمالية ديال 40 مليون مسافر سنويا، مقارنة مع 25 مليون اللي تتعالجها المطارات حاليا. وتعززت هذه الشبكة خلال السنوات الأخيرة بالمحطة الجوية الجديدة لمطار مراكش المنارة سنة 2016 بطاقة استيعابية ديال 6 مليون، المحطة الجوية الجديدة لمطار فاس سيس اللي رفعت الطاقة الاستيعابية السنوية إلى 2.5 مليون، وكذا المحطة الجوية واحد لمطار محمد الخامس واللي رفعت الطاقة ديالو ل 14 مليون. وكما تم في بداية 2019 افتتاح المحطات الجوية الجديدة لكل من مطارات قلميم والرشيدية وزاكورة، وعرفت سنة 2021 افتتاح المحطة الجوية الجديدة لمطار الناظور بطاقة استيعابية تتوصل إلى 2 ملايين مسافرين سنويا. وتيواصل المكتب حاليا مجهوداته لإقامة محطة جوية جديدة بمطار رباط سلا لتزويد العاصمة الإدارية للمملكة بمنشأة عصرية بإمكانها استقبال 4 ملايين مسافر، غير أن بعض المطارات عرفت رواجا يفوق طاقتها، وأخص بالذكر هنا مطارات كل من طنجة ومراكش وأكادير. ومن أجل تخفيف الضغط على هذه المطارات الثلاث، تقوم المكتب بنوعين من المشاريع: مشاريع سريعة التنفيذ على مدى تقريبا 15 شهر وبغلاف مالي قدره 50 مليون درهم، وهذه المشاريع غادي ترفع من قدرة هذه المطارات الثلاث ما بين 25 و50% حسب المطار. والمشاريع الكبرى والمتوسطة المدى ما بين 3 و5 سنوات تتهم بناء محطات جديدة بغلاف مالي إجمالي تفوق 4 ملايير ديال الدرهم، بهدف مواكبة الحركة المنتظرة في أفق 2040 في هذه المطارات الثلاث. وهذه المشاريع غادي تمكن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 3.2 مليون مسافر بطنجة، 4.4 في أكادير، و 11.5 مليون مسافر بمراكش. ومن جهة أخرى تيسهر المكتب الوطني على مواصلة أشغال المرتبطة بتوسيع مطارات الرباط سلا تطوان في انتظار إطلاق أشغال توسيع مطارات الحسيمة في الأشهر المقبلة. وشكرا.